صباحكم ديزلدورفي، صباحكم شو ديزلدورفي، صباحكم أبوي إبراهيم. لبيت. صباح الخير. صباح النور أبو محمد. سلم على العرب، العرب كلهم أبوي يتخبرون عنك، يسلموا عليك سلام كثير. الله يسلمهم من كل شر ومن ياب السلام يا رب. الله يبارك فيك. وهذا أنا. Good morning. صباح الخير. خيبة رحت أتكود. اليوم أبوي لابس هاللبس الفنانة وقادم ما شاء الله عليها. رقم واحد ليت يوم يابت يابت 17 شراتي. يا سلام سلام خيبة. هذا واحد أزمة الخواشيش تتناثر والسجاجير تطيح. الله المستعان. زين فاليوم سيرة فنانة ولايتية رقم واحد. نسير بوي مصنع ونربيكم طريقة إنتاجهم. اليوم كبرة في سيرتنا إن شاء الله. اليوم كبرها بتكون مخصوص المصنع أكسينا اللي هو تبع المطابخ. قررنا نبيكم دورة الإنتاج وسبحان الله يعني كيف قوة إنتاجهم وكم ألف مطبخ في اليوم يظهرون. هذا ترى مش شيء بسيط، كمية الإنتاج الكبيرة هذه لو ما لها سوق ورواج مستحيل انها تستمر وتنتشر بهالطريقة. وعلى اساس ان الجماعة هذا المكان البحر كنا كلنا متجمعين هنا في هالمكان. وحين ها وصلنا. يلا 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 رايح. يلا عشو عشو عشو. انزين. بنسولف وبنرمس وياكم بنصور الجماعة اللي بتصوير بنصوره واللي ما يبي الا الله يحفظه ييسر اموره. حد من الناس يخيل يصور، وحد من الوادن ما يبي يظهر، وحد من الوادن بيموت علشان يظهر. انا اكيد منهم من هاللي بيموتون عشان يظهرون. وانت؟ نفسك يا ابو محمد. يا رك الله يا رك الله يا بسم الله عليك الرحمن الرحيم. اقول لك اقول لك السلام عليكم. السلام. اقول لكم ابوي في اللوب لقيت الرجال الفنان. اهلا الله كيف حالك؟ لنا الشرف والله. الله يبارك فيك. انت الحين من اهل دبي؟ انا من الشارجه. من الشارجه؟ نعم من الشارجه. ما شاء الله الشارجه كلهم يظهر لنا احد فنان عندهم. والله ما عليك زود. كلهم فنانين. الله يسلمك ان شاء الله. وهذاك اللي تقولي هاك مبر بيعك؟ منو؟ هذاك هذا مبر ربيعي من دبي هذا. شوف انت. اي شوف ما شاء الله. يا سلام يا سلام. ايش حالك ابوي؟ كيف انت؟ ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظكم. الله اليوم معكم في ديزلدور؟ اليوم ان شاء الله مرافقين. اليوم إيه؟ انا اسمك ما اعرف. الله يحفظك. خالد الحمادي. خالد اشوفك فنان. خالد سميك ما شفنا خالد الا فنان. ما عليك زود. ما عليك زود. الله يوفقكم ان شاء الله. تمام شيء بدعت الله. الله يحفظكم حبيبي. الله يحفظكم. صباحك الله بالخير. والله مليون مرحبا. جود مورنينج. جود مورنينج القلم. جود مورنينج. صباحك الله. هلا هلا هلا. اي والله صبحك الله بالخير. كيف حالك بنتي؟ كيف انتي؟ الله يسلمك. متبرج مارس. صباحك خير. صباح النور. هلا هلا بالورد. هلا هلا. يطلع يطلع. ما فيي بينقمني. ما صباحك الله بالخير. يعلى الله يرزقكم الذرية الصالحة. مشكور. اتمنى من الله ان الاول ولا ما يرزقكم بنية. هي بنية وتكون عادة شابهة مشابهة همها. هي والله مكسورها بنية مشابهة انك والله غير تطيح في كبدك. هذه الله يحفظكم نهى نبيل. نهى نبيل هي مع ريلها. وهذه الله يحفظكم بيبي لعبد المحسن هي ويا ريلها. هاي ونهى عادة تصيح ابوي منها من النتلة اللي ياكلونها من هالكثر سن. فنان غير عن النتلة اللي عندنا. لا والله عجيب. اقول لك تدري شو ناوي اقول له؟ ناوي اقول له ترى التاج مال السعر اللي جوتي عليه طلع هو حامدين له النمونه. اي والله والله العظيم ناوي اقول لك شله. شنو تدري ايش كثر سالوني؟ ظهر مبتاق ما تلقى منه. والله ما تلقى منه. الله حمد قلم. انت انت بكبرك ماكو منك على قولتكم. اي والله. اي والله العظيم. بس لا واني بحرجه وبصور وما ادري ايش قايل واقول له. على الاوران شفتوا امس واقفه على حد. والله العظيم حاشني ديسك. هالجماعة كلهم الحين مستعدين للسيرة. كلهم سيارة جاهزات. بيبي ونهى. شو اسمهم؟ منذر. وين سايرين؟
بعد ها كابتن ابراهيم الله يبارك قبلوا هناك هناك ترى اللي يدخون يصيروا يدسسون هناك هكا لهم يدخون سجارة ترى خبرت ابوي عنك انك تدخ سجارة والله مليون مرحبا هلا هلا وغلا هاي نهى زين وهذه بيبي وهذاك ابوي رايل نهى وهذاك رايل بيبي وين صار رايل بيبي هناك من دس وهاي المجموعة كلها وهكن السيارة انا شي يخصني هاي الهنب والبنيات يا سات يصورن عمارهم اشهدي يا هند ترى شوي رايلك ما يصور الا البنيات 24 ساعة يصور البنيات والله العظيم يا هند من النش الصبح وهو يصور البنيات حرام عليك والله لا تبعلك اكلها بعلو يا صور الحين صور يدتي صور البنيات فكره هند يعرفونها زين ما علي عاد حينه يلا نركب نحط يلا زاهر قنابو مليون مرحبا ما زين الا ما زين الا لون هاي اللي لابستنا هاي نفسك لا انا غير لا انا دارك براون تدري ها كم عمر اللي علي انا حوالي 23 سنه ما شاء الله اي والله كل اشيائي قديمه هنا ترندي هي على التسليمين تصور ولا تصور والله مليون مرحبا يا مليون مرحبا يا ريا سويت لي زحمة في حسابي يا ربي كل هالعرب ها ميتين عليك انت اي والله العظيم الله يسلمكم ويحفظكم ان شاء الله يا رب والله يا ما تنفي ولا باقي صاحي هذا ما حد يسوي لي سبب منصور بقيبه ام صورت وياه يمكن مدة دقيقة لو دقيقتين أو ثلاث دقائق قام يعد لنا قصة الملكة يوم تعرس ما تصورون لأي درجة العالم حاسدتني إني جالس وياه وأسولف وياه إي والله العظيم يعني قلت في خاطري هذا الرجال منو سوي لنا مشاكل ليش؟ ويوم هند تسوي لنا مشاكل أنت بديت عادي بديت أنت خفيف خفيف ها؟ خفيف خفيف أقول لك الحمد لله رب العالمين رحنا مميز وهم هندر بيعدتهم زين شي خاص شو قلت انا الله يحفظك ان شاء الله زين ما ترى ها كله تسجل كب عاد انت عندنا ابراهيم بك منك خلي ابراهيم بيجلس انا بيك بيك بيصير صوت ثاني منصور الرقيب عند الله يسلمكم سالفه تو بيعدها علينا ونحن في الطريق بغير قلت له دخيل والديك اصبر علينا بسجلك نشعل وتلحلح وقال بشاهد الكاميرا هو يحب محمد يحب السامري نعم وقول له سامرية الذيبية يا أم حواء هذا وش قصتها إيه؟ هذه دارية زوجة بتزوج عليها نعم والأولي ما أبو تليفونات ولا أبو شيء نعم فجت أرسلت قصيدة لأمه إيه؟ تبي تعلمه إنه زوجها بيعرس إيه؟ عاد تقول بقصيدة الذيبية يا أم حواء ما أدري وش نوعها شبعان يمه هو يعوي تقول ما قصرت عليه بشيء إيه نعم ما قصرت بعد القصارة جهدها إيه شبعان يمه هو يعوي تقول يا ما لعبنا في الملعب سوا ما ادري وش نوعها المهم كلماته طويله بحط لكم اياها الحين زين يلا 2 1 يعرس عليا لان الرجل حسب كل حريم زيه ما تعرف قديري لين تيرب غيري لكن اللي مطلع نفسه ومجننته هذا ما يعرس ثاني لانه يكره الحريم حسب الحريم كله زيه عرفت ويه مندر من مساء حاشر اني يبقى اتشار ويبقى اتشار يبقى اتشار ويبقى اتشار لا هذا عبد الله ابو ميان هي يقول له ابغى اتشار بعد باله طيب وخلفان ابو ميان اللي عندكم ولا اللي عندنا ابو ميان ما ادري والله هو نصه من راس الخيمه ونصه من ابو ظبي صدق لكن اكثريه شو انا حيتهم ابو ميان راح راس الخيمه هي لكن لا نحن اللي عندنا في ابو ظبي ابو ميان من ابو ظبي من راس الخيمه لكن في ابو ظبي يعني عايشين من يوم نحن يهال وياه هي ناس طيبين وخيرين يبون اتشار اذارك اسوي اتشار لا ما اسوي اتشار اجسم اتشار اجسم اتشار
جسم. ايه اللي بيع غير واللي جسم غير. إيه؟ هذا مو سمة التجسيم. انا ما بيع. انا اللي ابيع الدهن الذوابه والابزار. ولا هالك طيب. هالك طيب. هالك طيب. يوصلك من العيني. الله يعزك. كله ولا انت يا كريم. يا ابو هند. يا الله. الله يحفظك. على فكرة بنحط لكم حساب أبوي منذر وحساب أبوي هالولد الجميل الفنان أبوي منذر من مساعة حاشر إني يبقى أشار ويبقى أشار يبقى أشار ويبقى أشار. لا هذا عبد الله بوميان. هي قول له أبغى أشار بعد فاله طيب وخلفان بوميان. بوميان اللي عندكم ولا اللي عندنا؟ بوميان ما أدري والله. هو نصه من رأس الخيمة ونصه من برا بصدق. لكن أكثريه شو؟ أنا حيتهم بوميان رايح رأس الخيمة. هي لكن لا نحن اللي عندنا في أبو ظبي بوميان من ابو ظبي من راس الخيمه لكن في ابو ظبي يعني عايشين من يوم الحين يا هال ويا ايه ناس طيبين وخيرين يبون اشار. ادارك اسوي اشار لا ما اسوي اشار اجسم اشار. جسم ايه اللي بيع غير واللي جسم غير. إيه؟ هذا مو سمة التجسيم. انا ما ابيع. انا اللي ابيع الدهن الذوابه والابزار. ولا هالك طيب. هالك طيب. هالك طيب. يوصلك من العيني. الله يعزك. كله ولا انت يا كريم يا ابو هند. يا الله. الله يحفظك. على فكرة بنحط لكم حساب ابوي منذر وحساب ابوي هالولد الجميل الفنان. بارك الله فيكم. وانا عزمني الاخ منصور لرقيبه ان شاء الله الى على القصيم وان شاء الله انا بلبي الدعوه وبيه ودعوته مقبوله. شهدوا علي انا وعيوني تيك. أيوة عيوني تيك. بعد شهر خلص من التمر المضمون. نعم بصير ان شاء الله جنيهات وتهتم بلفتهتم جنيهات ذهب. اي والله ان شاء الله. ولا ياك واحده منك. الله يسلمك. اللي ما ذوب حزنك. عيوني تيك. الله ان شاء الله نبني بنرمس بنعيم من الله خير. بشوف القصيم يعني اللي ما شفته من استوي. لم تشرف. يعني ما ذوب حزنك. كلنا ابوي مشغول في حسابات وكلنا مشغول ابوي في ترتيب اغراضه وكلنا ابوي مشغول وكلنا يقني عليه. يا داره دوري فينا وظلي دوري فينا تينسوا اساميها وننسى اساميها. ها؟ انا ما اخف. اللي تشوفونها هنا هشوفوها ها وين في المانيا وين ليش ضيع عيالي. هذه خطه ثانيه طاحونه مال وردن الكهرباء يعني يسوون كهرباء زين. فصير شيء وحده فصير صير بنياس شيء خطه ابدا خطه ميلس هناك. اي نعم مشاهده ابويا اظنه. يا سلام سلم. اي شيء نشوفه في الدول الاوروبيه نحن موجود عندنا. هذا اللي هني في سهول وفي ارياف ديزلدورف موجود وعنده وين؟ في جزيره في نص البحر. اي جزيره صير بنياس ثلثين ابو ظبي حجمها ببالها وانشاءاتها وفنادقها وشريعاتها بلاد من كبرها الصير. على فكره الصير الصير من اجمل جزر ابو ظبي. ضروري فيها الفنادق فيها الشاليهات فيها مطار دولي فيها مطار داخلي فيها طحنة الزمان كل شيء فيها. ضروري يصير السياحة في بلاده الإنسان ما شيء شراته. لازم من يشوف بلاده في كل مكان وخلاص يبي يغير جو برايه يغير. ما تسار الفجيرة ما تسار من القيوين ما تسار راس الخيمة ما تسار الشارجة ما تسار فورفكان ما تسار الرمس بعد. شوف انت اي ابو هنودة كلني غني علي ليلة ما فيك حيلة. فإماراتنا ما شاء الله نحن عندنا السهل عندنا البر عندنا البحر عندنا العين وعندنا اليبال وعندنا السهول عندنا كل شيء موجود عندنا. فمن تشبع أبوي برغم من بلادنا ما يشبع منها. برأيك مسير شرق ولا غرب؟ وصلنا أبوي نحن كلنا في مصنع أكسينا للمطابخ حاليا في أكبر مصنع لصنع المطابخ على وجه الكرة الأرضية مش بس في ألمانيا على وجه الكرة الأرضية. هذا أبوي المصنع هذا يقول لك عبارة بس البوابة هذا بس البوابة مال المصنع مع
ناهيك عن المصنع هذا، بس البوابة هاي اللي تشوفون هالمكان كله ابوي عبارة مال استقبال الريسبشن، استقبال ابوي الضيوف اللي بيون. من اللي يميز السيارات مع رواد التواصل الاجتماعي والإعلاميين انك تتعرف على شخصيات وايد مهمة، وهذا الورد حمد الغلم شخص عنده عدة برامج وعنده عدة لقاءات ويقول لك سمح رقم واحد لك، الله يقول لك الله لا ولا على مسلم، هذا يغسل كل انسان. والله يا جماعة يعني ابيكم تحسدوني على قعدتي وياه. الله يحفظك المراد ابوي، بحط لكم ابوي حسابه وترى يستاهل ويرزن الواحد يتعنى ويتابع. هذا حين مدخل الجمعة كلهم دخلوا، شيء طبيعي يعني آخر واحد أدخل كالعادة يعني، وحين بيدخلونا في اجتماع، ندخل في اجتماع وعبارة ميتينج عمل. شو بطالعون التوحيد الله يبوك لا تبغضون مطابخكم، يلي مسوي ابوي مطابخ لا يبغض مطابخه من عقب هاللي نحن نشوفه، من عقب اللي انا اشوفه هذا كلنا ابوي عازم ابوي المطبخ شيء مثل تحفه في البيت، عازم الاول المطبخ الناس تعقه في طرف البيت شرق ولا غرب ولا في ملحق ولا في زاويه، الحين لا يعني منظر مثل هذا مستحيل تعقه انت تحت على تشلى بشاتير وعمال، لا هذا شيء مثل هذا، هذا غمضك تحطه في مكان متطرف، هذا تحطه في نص الفلة، هو يعطي تحفة معمارية من ضمن تصميم الفلة. فلذلك اللي بيبني قبل الشيء وبعده أول شيء يروح عند الاستشاري ويروي التصميم اللي هو يباه مثل هذا اللي تشوفونه. هذا الحين بيروينا التكنولوجيا، التكنولوجيا الجديدة اللي في المطابخ. شوف كل برموت كنترول سوف أقول لكم تحفة معمارية تكون. شوف في عندهم في أكسينا كل شيء يسوي معقول، حتى الإضاءة يتحكم بها برموت كنترول داخل مياه وخارجها. The charger. We have a charger here. If you have your phone, you put it on the charger and it charges automatically. It's induction. And you can use it. هذا كله عندهم في المصنع روحهم. هذا تصنيع حصري عندهم في مطابخ أكسينا. كل التكنولوجيا الجديدة مسخرينها لخدمة مصنعهم ومنتجهم. We have a matching car case, and we see here a lot of accessories. The corner unit, for example, or the dishwasher on a special height, so that you don't have to remove it from the floor. نوع الخشب هاي يسمونه هافانا، نوع مستحدث جديد ما كنت نزل عندهم، هاي من الأشياء الجديدة. وعادة الوش مش تكون في الأرض، هاي لا عسب كله يبونك أنت يا سيدة البيت تغدين مرتاحة، رافعين لك إياها فوق عسب ما بظهري وفجرتي وماروم وماروم أوخي، هذا كل شيء زاهر. هي يعني شرح يلا يحفظك. أنا أقول يعني المكينة هذه مات الغسيل ما سووها تحت عشان ما تتشكى ظهرية وما أدري شو وما أقدر أشل وما أقدر أحر يعني. تحيدون تشديخ الأولي كاخ وكرباخ وكاخ، هذا ما شيء منها ما في الحاضر مدح. شوفوا ها شوف ها ما يشدخ ها شوف ها شوف لازم تسوي حل. ايوه يا رجال الله يا رجال الله يا رجال الله يا رجال الله، هي هكاخ وكرباخ وطاحن الوعيان والثلمن، هذا ما شيء منه. هي هي ما حد يدري عنه، هي وبالاخص اللي يدعني يسوي الرجيم.
الاماكن اللي نحن الحين يصورونهن خلونا نطالعهن هاي اشياء توها جديده بعدها ما نزلت السوق. فاللي مثلا المصنع هنا ما يشتري ما في بيع ومشترى. هاي الشوروم شيروم الشوروم هذا بيع ومشترى ما عندهم. هذا يجي الانسان ويعطيه اي مقترح يبغي اضافه يبغي شيء قاصر زايد اللي يباع عطوه اياه وسووا له اياه لكن باستشاره هندسيه باستشاره عند حسب ان اللي بيجي يمكن يكون عنده افكار واراء جديده ما حد يعرفها. شو بعد اكثر عن كذي شو بعد الكواليتي يتكلم لا ناقص ها لا 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 بيصير لا لا دونت شكرا. 80 100 كيلو انا الحمد لله 85 يعني بعدني 15 كيلو عشان لا هو يقول لي 120 120 تفضل. فجوده جوده صراحه ما شاء الله تبارك الله. شوف الله عليك شوف الله عليك شوف 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 انك انك تحط يلسة في نص المطبخ هاي اقول لكم عبارة تحفة عبارة تحفة معمارية. حد صور لي انا انا this is different units we have seen the bottle unit with a different feature here another one then the cutlery tray with the drawer with integrated light so everything is available directly from the شفت شفت التفاصيل يا بابا ابي تشوفون القاعده اول مره اشوف المطبخ القاعده قوي قوي. هذا يقول لك بينزل ستارت فروم اكتوبر ذا جي سي سي ذا نيو رينج ذا نيو رينج هذا تقدر تطلبونهم سو وان يلسة وايد في المكان شيء جميل شيء جميل. ها من النواتك يوم يقولك ناتك هي والله والله النصب هي والله ها من الأشياء الجديدة. شوف حق الكشفه كل شيء هذا البزع اتس ذا بلوم سيستم هي هي اتس ذا هيش سيستم هي 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 هذا اللي حرمته ولي اللي مدلع اخته. ترى على فكره وايد جميل ان عيد اللمه تجيب حق مطبخ جديد مش غلط يعني شيء جميل يعني هب لازم تجيب مريه ولا خويته ولا باغه ورد غاوي تكنسل المطبخ الاولي وتسوي لها شيء مفاجاه يعني شيء وايد راح يكون جميل. هيك بعطيك قوي. different brands doesn't matter different options with coffee machines. على عشاق القهوة. هي هالي يبون قهوة ومكويف ثلاجة كل شيء كل شيء. اي هذا يوم يقول لك اليور هذا اليور المعدي. سمعتوا باليور المعدي هذا. يبون حق اسبوعك الراحة ما يبون لك الغربال ها. Again one two okay. So here we see رفوفهم والرفوف ما بالله رفوف عادية تستوعب مساحات كبيرة. شوف هذا ها هاي تربع عليه بنادم ها شوف لقن كم مكبرة ها. يجلس عليه بنادم من كبره ها. ايش المساحات ما بل يبين الالوان روحها ترى تسوي شغل في المطابخ الخاص بالاخص الالوان اللي هالنمونه تحتوي احجام يبين المطبخ وايد كبير بالرغم من حجمه صغير لكن يبين كبير لان الالوان الفاتحه في اختيار الالوان. انا هذا اللون اللي اخذته على فكره لكن ما في هالنمونه هذا شوي رصاصي انا شوي بيج اللي اخذته لكن وينك وين ثلاث شهور عن يذهب احمد ثلاث شهور اختفان خمسه ايام. We have a mechanical opening as well. It's like in the cars, you know, you put it and then. لا 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 لا. Yeah. It is by sensor. By sensor, it makes. Again. It makes especially sense. Okay. This makes especially sense when you have something trash in your hand and you cannot open it. Yeah. مثلاً يدرعة البيت يدها خرسانة ولا شيات ولا إيه يعني شيء شامل. Since in the. يعني ما بلازم تشتغلين بيديك وريولك يا راتبك. اوكي. اوكي. This is the
This is a mechanical opening for sink units. كلهن الحين الشهر هذا بينزل كل الشروم هذا تشوفون العرض هذا كله الحين بينزل الشهر هذا. هذا يتحرن العرب مطبخ كبت عادي. هاي هذا اللي يبي يحطه المطبخ جوا الصالة ولا يبي يقول إني حاطه المطبخ وكذا يقدر يعزله وهم بلحظة يصير المطبخ. يلا يعني الناس ما تدري به بالعربة تي بتيلس بيتحرون بوي تحفة وهو بوي ما بتحفة هو بوي مطبخ. And to close it, you have to touch it only again, and then it will close. Sure. If kids are playing in the kitchen and the climber is working, so we have a safety child position that if you open it, for example, and you want to close it again, and you have some fingers or whatever in between, nothing will happen because the system recognizes automatically there is something in between, and then it goes up again. But we have some elements for the living room as well. Later on, we will see it. Here again, sliding door element. نايس يعني تقدر تحط طاولة أكل على قاعدة التلفزيون وراك المطبخ سكره بهالطريقة ما يبين. اسمع المصري يوم يقول انتري وانتري هذاني هذاك يسمون الانتري وشي؟ الانتري هاك كان يقول مصري انتري يعني ايش؟ يوم جهاز العروسة وانتري هم شو صوفة وانتري يعني تقدر هذاني هذاك اللي يطرون الانتري يعني ما تحتاج ما ادري كم متر حق مطبخ وحق صالة غرفة شيء جميل في متر وتخشوا ياك احد ما هم الافكار الجديدة الجميلة هذا نعم اسلوب حياة يعني كانك تضبط كاملة في ناس شيء بعدين تقدر تقفل المطبخ كامل شفت كيف؟ ترى تصميمي شيء عملي وجميل وزين اشياء تكنولوجيا الحين العرب حب العرب العالم اتجه الى انه يختصر كل مسافه يختصر كل حجم يختصر كل شيء هذا الحين العالم كلها شيء تحب الاشياء العمليه القويه الهيفي ديوتي يعني ما بدنا فتحه وهذا صار مفتح وما بسكر على اسبوع حد لا من يبقى قرب اسبوع حد لو شيء روح انتهت ما شيء الحين حد ابوي الا صبع حني راح الا ما ادري شو استوابها لا 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 الحين اذا كان عندك حد من اللي يشتغلن في البيت ولا من البنيات ولا شياته مره ما عليهم اي خطر ما عليهم لان كل شيء الحين استوى امن الصناعه استوت امن التكنولوجيا التطور في العلاج في الماتيريال في المصانع في السيارات في كل شيء واهم شيء المطابخ الالكترونيه الحساسه اللي موجوده في نص البيوت هذا امر من الامور الجديده تفضل we can cover the space between the wall unit and the worktop with some small units reduce and depth you touch it and then it opens for example this unit we have it with a table for cutting or the second one you can open it and then you have the machine sure هذا كله عندك with some accessories sure يعني هذا كله في الإدار مش معروض وبيخيس وبيغبار لا من ينقفضون من الحين لحفوه دقيقة واحدة could you cover it back please yes. close it again and you can close it you hang it on here you have will have some knives magnetic knives which are not in the showroom but شوف المساحة 3 inch هذا كله مخزن في 3 inch شوفوا to cover
في الأفكار اللي تشوفونها ما في فكرة مشابهة للمطبخ الثاني. كل مطبخ وكل نوع يختلف من أحجام، من ألوان، من مساحة، طريقة تخزين، التكنولوجيا، الإضاءة، كل شيء فيه ما يخصه في المطبخ الثاني، ما يخصه في المطبخ الثاني أبدا. Launched now from available from the 1st of October. Hey. So everything is waterproofed. No problems more with the water in the cabinet. هاي أشياء ما تسرب المياه. Waterproof ضد الماء. كل الاشياء اللي في تحت السنك هذا المغاسل كله واتر بروف، تحدون الاول من الرطوبه بتيك الدواب والحشرات وبتقدر ريحه المطبخ مقطنه وخياس، ليش؟ لانه مش واتر بروف، الحين الدنيا كلها بوي واتر بروف، يعني مالك اي علفه. اللي تشوفون انتم اكبر شو روم مطابخ في الكون في العالم، واي تصميم الواحد يصممه وياخذه ويشتريه يعني هذا عليه كود، رقم كود، والكود هذا يعطيك جارنتي لمدة 10 سنين لكل قطعة أنت مسوينها في هالمصنع. 10 سنين، لا سنة ولا سنتين، 10 سنين لكل قطعة أنت مختارنها من عندهم. ضمان، الضامن الله أكيد، لكن واثقين من عمارة جماعة، واثقين من عمارة مصنع من 40 سنة. كل يوم يصنعون 3000 مطبخ تصنيع، 3000 مطبخ في اليوم الواحد. 3000 مطبخ، تعرف شو يعني 3000 مطبخ تصنيع في يوم الواحد؟ لكن أي طلبية لازم 3 شهور، مش أقل عن 3 شهور ولا يومين. سينا مش فقط بس للمطابخ، لا، دخلت في عالم الكبتات والرفوف، الأشياء للغرف مثلا، حق غرف النوم، ماشي غرف، غرف ملابس، حتى الغرف الملابس الدواليب اللي في الصالة، شوف كبتات مثلا، رفوف، يعني تنسيق، تنسيق واختيار كأحجام وكل شيء على حسب وقت التصميم. حمد اشرح لنا، يلا عندك التصوير والتعليق، تفضل. مليون رايح اكسينا، مو بس عندهم مطابخ، الروم يكون بيت كامل كله من تصنيع اكسينا. يعني بيدخلون الى عالم بعد ال، بس الحين تروح يقدر يسوون، هذا كله تصميمهم هم. بلصق ابوي فعل بحر رجال، غرفه النوم يسوونها، كل شيء ابويهم، كواليتي، شكل اضاءات، كل ترتيب روحه. فل كامل كلها من ترتيبهم، يعني كبتات والدوالي والشباري، كل شيء، كل شيء ترتيبهم هم. ها هذا الدولاب and the people they make the villa and you come to fix everything or of what? Of course, we take the measurements and we provide you everything that you can see inside. Even the backside of the niche cladding is a Xena item. You can have the shelving system, the bathroom, the living room, the laundry room, everything from one hand, which is very important. Hey, voila. كل شيء من مطبخ هلين. شباريهم، كراسيهم، رفوف، كل شيء ابوي هم مسوينه، ما عليك الا انت تبني ويجون ابوي ياخذون المقاسات، يسوون غرفه الطعام، غرفه الصاله، غرفه الكوي، كل شيء، حتى الدفاي يحلفون لك، حتى الحطب يجيبونه. ها بيغلبهم اللي سووا الدنيا هاي، بيغلبهم الحطب، وهذا ها على اساس انه يصير الدور الثاني. يعني مش كانوا بس مطابخ، لا، مطابخ وتصاميم كامله للبيت. والكل واللي ممكن ابويه ريالهم ماخذين مسوي مطابخ قبل 5 و6 سنين، الحين التبديل ما بتسله في الكنادير وفي المديلات وفي الاثاث العادي، والله ما لا 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 ابوه ما معه، ما معه بيصف على عيال عندي، ياخذ سياره كل سنه وسنتين، يصف دين على السيايير. لا 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 سياره تانجر وكذا. طيب انا ما معي قروش مطبخ، انت كذا الحين مرتي ما تتابعك، قالت انه ابو خالد يقول لي ذا اشرو مطبخ، ما عليه شيء، تفرح انت مع عيالك.
شيء منو اهم عندك؟ ام عيالك وخدك وخالك وعمك ورحمك ومطبخك ومطبخك وحلامك ببطك راك قطارك. هذا شو هني بعدها غير شاب سوي المطبخ ها غرفة غسيل يسوي حتى غرفة الغسيل يسوونها ما عليك إلا أنت تبني وهم بيون يقطعون لك كل شيء يعني هالفلة ترى حجمها صغير لكن شوفوا يعني دخلوا في كل المساحات كل المساحات الموجودة استغلوها واستوى حجم الفلة برغم الفلة صغيرون عادية لكن استوى حجمها كبير بلاد استوى حجمها لأن طريقة تقسيم البيت وترتيبه والألوان واختي هذا روحه يعطيك رونق جميل للبيت ويعطيك مساحات كبيرة وشكل جميل مرتب أنيق أي أنت روحك تصير وتبني يقع الاختيار أنت وام عيالك ولا أنت ويمك ولا خالك ولا عمك ولا بتبني حق خدك ترى ما بيور ما بمنكر أنك تبني حق خدك يوم ضعيفة وانت الله مرهي عليك تبني لها مش منكر لونها ما يخصك أنت لو حتى هي معرسة وعندها ري الكديد وعلى قد حالها هي نعم يوم الله مرهي عليك ليش ما تبني على حق خدك تبني حق خدك وخالك ويا رتم بعد وحتى رحمك حتى رحمك يوم الله مرهي عليك انت وقف مطابخ كان تبع ما بلا مطابخ تعطيهم كل شيء نعم الله يحفظكم جديد اكسينا اتي انت وتبني اتي وتبني وتمدد كهربك وتمدد اللي تباه وتجلس اتي ابوي عندهم هذا المهندس مالهم ويدخل ابوي ويجلس اول شيء ويا الحرمه ويا الريال ويطالع شو يبون شو ما يبون ويقطع لهم البيت من شو الحين هذا كم طوله هذا حتى 20 متر مايي 20 متر ماي طول البيت وعرضه عرضه ظني 15 وطوله 20 متر وش لكم انتو يميع الغراف والصالات والمطابخ والاستورات والميلس ويلس ولوبي وطحي وغرفة كوي وغرفة مسيبة شو بقولكم غادي البيت قصر من زينة تحرش مسوي بيت من البيوت الكبار وهو إلا شيء بسيط شيء بسيط لكن دقة التصميم أكسينا مسوين شيء ما يغلبهم إلا اللي خالجنهم استغفر الله تشوفونه كل مودرن أشياء حديثة هاللي كل اللي صورنا من مساء علينا الحين أشياء حديثة الحين بنرويكم مطابخهم الكلاسيك اللي على قولتها الأول دقة قديمة الأنتيك الشغل الأولي لولايتي اللي ماشي شارات الحين بتصير قلت هذا كل اللي خطف ما ينقطة من محيط من ترتيبهم يارك الله يا إبراهيم يارك الله تعبان وعلي عنك تعبان In the classic area then you can see different types of doors this for example it's a frame door with glass inside combined with some modern elements like this kind of table it's a mechanical هاي المطابخ الكلاسيكية القديم النوع القديم لكن مطور هذا كلاسيك مش كله إلكترونيك وأشياء شغلهم وايد مرتب هذا كلاسيك شغلهم كله جميل وزين وهذه وايد لفتت انتباهي أنا. So we have a lot of mechanical openings here. There will be a seam that is not connected now. You can open it. But the important thing is you have the different options as mentioned. You can have it on the same level, like a table, just to have. How you are taking it out? Here. With one finger. You can have it as a bar. يعني لك أحد ناس ما شاء الله خليفة وأنا خليفة أنا تنطل ترفع على أهلي ساعدنا كل إنسان يقدر على حسب رأية البيت اللي تبع تقدر تسوي خليط بين الكلاسيك والمودرن
تبي تخلط مطبخ جديد بالشيء الكلاسيك بالشيء اللي فيه الكترونيك الاشياء الحديثه يعني عليه حتى اي قطعه بتاع الطاوله هذه تروم تاخذها روحها وتحطها روحها في طرف من البيت او في طرف من المطابخ اللي هي مختارتها من المطابخ اللي من غير يعني مش اجباري بتاخذين المطبخ هذا مش لازم تاخذين القطعه هذه وياه تاخذين هذا تخلطينه ويا هذاك يعني على حسب رايه البيت شو اللي تباه من اكسينا. We have different options just to cover the space with some dresser units or, for example, this kind of unit. Yeah. A special anti-slip net that we can provide directly. Or just an example what you can, how you can use our shell system. We call it infinity. Hey, harfouf. Harfouf, yeah, this too. ايه ستور صغيروني ها كل ترتيبهم من بعد ابوي مطابخ كيف تقول لي توك اقول لك اللي يميزهم انهم غيروا شوي ثقافه عمليه ان تكون طاوله الطعام في غرفه بروحها فصارت طاوله الطعام جزء من المطبخ الرئيسي هم يسمونها الجزيره فواحد مثلا يطبخ ولا شيء وبنفس الوقت يكون مثلا عياله ولا شيء يكونوا موجودين بنفس المطبخ بنفس المكان يعني بدال ما المطبخ روحه في مكان والاكل روحه في مكان يستوي طاوله مثل هذه يعني مثل هذه وفي اشكال وايد وراعية البيت روحه هناك تطبخ وتسوي حق عيالها ولا الخدام ولا المساعد المنزلي يعني على فكرة هاي التقنيات اللي تشوفونها هاي كلها أشياء جديدة مش موجودة في أي مصنع من مصانع العالم للمطابخ والمصنع وكل مطبخ ياخذ 3 شهور تصنيعه من أول ما يخلص شو اسمها كلية بالعراق أول ما يظهر عنك المصمم وتوقع على التصميم خلاص النهائي 3 شهور لكن كل قطعة من هالمقطع المطبخ تستاهل صبر 3 شهور أنا حين مطبخي اللي تحيدونها صغيروني اللي في الفلق هذا إن شاء الله بعد 2 شهر و10 أيام بنشله كامل بنفتشه بنخليهم يا زاهر يو خذوا المقاسات قالوا بس فتشوا كل شيء ونحن بني على البلاط بنرتب المقاسات اللي سويناها كلها لكم لا مشكورين وما قصرتوا التصنيع روحه 2 شهر لكن 15 يوم لين تخلص تخلص ترتيبك وتتفق انت وهالبيت ويا المصمم وياخذ المقاسات هاي 15 وبعدين 15 يوم شحن من بلاده وين التصنيع في المانيا يوم بيقول لك والله نحن بنجهب لك المطبخ بعد 20 يوم ابوي يعرف ان ابوي مكلفتينا في حوي في شبرا ويا ابو حطوا لك ميدن جرماني ميدن جرماني لازم 3 شهور اقل عن 3 شهور كذب من حبل مشى يا كذب عليكم من يابته اما لين اليوم اللي يقول لك مطبخ بيذهب والله قمض برج سحر هو كن فيكون ما يستوي المطبخ ابوي ياخذ وقت ياخذ خدمه مثل التفصيل مثل التصميم مثل كل شيء Just to have breakfast, two people, whatever. It will carry a weight, this one? 35 kilos. Sorry? 35. 35 kilos تروم تحط عليها. تروم تحطين جدرة فيها 4 كيلات عيش منين لحم وتغرفين وتخلصين لا بينفدع ولا شياته. 35 كيلو. عاد يعتمد انت يديك كم وزنهن؟ هبتي تشبين عليه تكسرينه؟ قالوا 35. Area where we can see a lot of classic style door ranges. نعم. And here we can see some different features. For example, for small people that I move. هذا القصار على فكرة. إيه. القصار. Very easy. Very smooth running. Cute. إيه وكيوتنس. And you can close it again. No, nothing is visible. Let's go for lunch. Break lunch. Let's go. You're hungry. I know it. أقول لك. يوم قالك صار صورتك ما عليك؟ ايه يشتغل حب تنقمين لي خلاص شفيني كذي انك تسكت اشكر فنك نهار اقول لك ما عليك بنحط حسابك؟ ايه ما يعرفونه؟
لا بيحطونه بنحطه في حسابي حق العرب. تسوي دعايه؟ اي ليش لا؟ وهي جزاك الله خير. كل بناتنا جلسنا وياك اليومين مبسوطين وياك. ليش لا؟ سالم مبارك. الله يحفظك. ما عليك تعطينا حسابك. عفا عليك. عفا عليك. العرب يشوفون هالبنية هالفنانة اللي شرحها ما شاء الله شيق وشيقة. يشرفني أنا أصلاً. يعني لما والله. أنا فرحت أكثر شيء في اللقاء إنه وياك نسوي فرحة. اي نعم البارح واليوم قزرنا وياك اليومين والله يعني اليومين تعلمت أشياء من هالإنسان والله يعني الله يحفظك يطول بعمرك يا بنتي. شكرا بنتين هن ابوي فاشينيستات بنتين هن واختصاص هن ابوي تسريحات وفساتين وميك اب وعقود ومجوهرات وكل نواتق اللي عي وطب هاي تطبخين؟ اي توني بادي اتعلم. لا والله بس ابوي لحد ياكل من يدها توها تتعلم ابوي لي بتسمم يصير الحين انت وش تعلمين؟ انا اطبخ والله ما شاء الله عليك. ريش وهريش ومجابيس ومموش ومربين وهذا ما شاء الله والله بس طيار سمعنا ابوي نارمس عربي وما وعينا مرحبا كيف حالك من لبنان؟ لبنان. وين في لبنان؟ بيروت. ما شاء الله عليك. انت جاي تتمشى تشتغل؟ لا انا بشتغل هون. شو تشتغل؟ ما شاء الله. في الكوليفور يعني بيع مطابخ. انت سيلز؟ ايه بس مش هون ببرلين. ايوه في نفس لكن تبع تبع برلين بس عملها الاشولون يعني تدريب. ما شاء الله. وين راح تشتغل في برلين وتشتغل في مش ببرلين بس نعمل كل دورات كل فتره دورات يعني هي هي تدريب كورسات تاخذون كورسات ما شاء الله عليك. لبناني يعني ما تنغلب ما شاء الله عليك. الله يحفظك. محمد النعيم حليل من الامارات هذا رجال رقم واحد ولايتي مع حد شراته ليت يوم يابت يابت 173 ادمي شراتك. يا رجال لو عتشوف عازمين الألمان نسوي لنا غداء وغداهم عفاك الله تحرم مقبلات. هذا مكرونة ني ودارين عليها روب وهذاك ابوي سمك قطاع وخبز شوي وطماط وفلفل والاسم عازمين على الغداء لك آدمي على غلو ذاب لو عاجرين حوار ما بيسدنا. يا رجال لو تشوف حاطين لنا الاكل الله يعز النعمه. هنا الله يعز ان شاء الله دارنا والله يا ابوك عن بيك انت بيك دري ولا ما بتحط له هالكثر تخيل هاي ما يمزر بطن حتى ياهل. على فكره فالحين امروا في الغداء وهذا ابوي غداهم خبز وطماط داخل الجبن وفلفل داخل الجبن وهناك ديات شويون هذا لا روتي هذا بعد من غير وسلطه داعي ما شاء الله امه الاله هالعالم اللي تشوفونهم كلهم اكلها ابوي المجموعه مجموعه ابوي اكلهم جايين ابوي على هالغداء الحمد لله نعمه. هذا مخصوص للي طرش هالرساله ابراهيم انت في سنابك تنزل يوميات سوالف وضحك ولا شو تسوي في سنابك؟ لا والله ما نزل يا ابو لذلك الرد هذا من البارحه من اوله البارحه باليوم مليون مسج والله كل ما افتح رساله حط حساب ابراهيم حط حساب ابراهيم حط حساب ابراهيم ما يراسل حد ابراهيم توفيق هذا ما يراسل حد عنده اسرته وبيته واخوانه واخواته وربعه في الدوام فلذلك ابراهيم ما عنده حياه في السناب. نزلت سنابه قيس له احط سنابه انت تتوقعون ينزل ستوري ويتكلم ابراهيم ما يتكلم هني يلا يلا هل تشوفونه يلا يلا انا اظهر الكلمه قصب زور بحط لها كمبار حبال يلا يلا تظهر الكلمه منه ما يتكلم ابدا يا غير ابلم يلا يلا قرقطه يلا يلا شوف هل تشوفون شو الرقم هذا 60,000 مرة هذا فتح الدرج وسكره 60,000 مرة لا بمرة ولا بمرتين 60,000 كل درج منهن انفتح 60,000 مرة على سبب يبين للشركة إن قوة استحمال المنتج مالهم فيخلوا ما يخلون بني آدم فتح شوف سكر لا يحطون أبوي هذا
ويثبت لهم بالكنترول بالارقام بالكمبيوتر ان ابوي هالكثر ودي ينفتح وما يعول. فسامانهم ولايتي. ليش؟ الماني، كل شيء الماني يسمونه ولايتي، يعني جاي على عمل بحره شغله ولايتي. يقول لك والله خدمه الولايتيه، هاي خدمه الولايتيه، ما اخذوا ابوي المسمى هذا من هين ومن فراغ. مسماهم مكانه الولايتي يعني الماني. And we're doing a lot of tests, not only with our products, as well as with the products from our suppliers. No. As you can see here, some functional tests, openings. You can see on the left side, a sun test, UV test, because especially in your countries, the sun is shining very strong. So we always check what happens with the materials with a lot of sun, with the UV. So, sun test. يقول تأثير الحرارة والرطوبة، تأثير حرارة والرطوبة، هذا تأثير حرارة ونجحوا، وهذا تأثير الرطوبة ونجحوا، وهذا تأثير البرودة. A lot of salt water. What happens with the salt with the hinges? شوف هذه القبضات، شوف شو قايل القبضات، هاي القبضات اللي تحت السكاريب وما أدري شو اللي يقبض العدة من داخل. يحطونها ابوي في البرد والحر والثلج حنت الزمان، يخلون يخطف عليه عوامل التعريه ليه في الدنيا كلها ولا يعول شيء عندهم. What is the climbing machine? Climbing machine means we start from 23 degrees till minus 20 degrees, then go up again for 1.5 hours, then we go up to 20 degrees with 85% of humidity, about 4 hours. Then we go up to 60 degrees with 55% of humidity, about 4 hours. That takes us 9 hours and repeat it 20 times, and that simulates a life of a kitchen in a small period of time. شو يعني عوامل الطبيعة تمط في 20 ساعة تمر عليه 100 مرة، حر بر حر حر برد رطوبة يهد زكام خطف على المطبخ كل يهد ولا يعول. هاي أقولكم ولايتي، أي شيء ولايتي هو ألماني. هذا المجسم المكان اللي نحن فيه، هذه أول ما دخلنا، هذا اللي قلت لكم 60,000 مرة محرك البيبان، وهذا كل خدمة، كل قطعة من قطع المطابخ تخف على هذا المعمل اللي هو مال تحاليل، يفحصون كل قطعة فيه. على ليش عطوكم 10 سنين جارنتي، 10 سنين جارنتي، شهادة إن سامانهم ما يعول. إذا بيعول سامانهم ما بيعطوكم 10 سنين جارنتي، وأربعين سنة عمر المصنع، ما بعشر وعشرين سنة، 40 سنة. لذلك ما استوى عندهم خراب ولا في أدنات الدول. شوف جماعة الخير، هذا الحين جدر وتحته شيء يطبخ ضوء، فيحط نوع الخشب اللي هم يستعملونه، فيستعمل نوع الخشب هذا والجدر يطبخ تحت. فشو اللي يستوي؟ يفوح الجدر ويظهر رطوبة ويظهر بخرس. الخشب ما يعول لهالدرجة، الفحص مالهم شيء دقيق. ولايتي انتو شوفوها ما شاء الله. What's your name? خافير. منو؟ خافير. ما شاء الله عليك. Some very important instructions. First of all, I will talk about 2 minutes about the picture here, and afterwards I would like to explain you how it works to go to the factory, because we have to be very, very, let's say careful and together at the end of the day. First of all, this picture of the first factory. We have seen now the showroom. This is the showroom part. 4,000 square meters. Lunch in between. And now we go to the showroom, to the lab. We cross the street, and this red door is the door behind. We will go now into the factory, which is 1.2 kilometers long. We will not see the whole factory. We can spend 2 days there, but it's too much. So we will see some details. Important things. First of all, we have to stay very close together. And if I say very close together, it means really close to me. I don't know. يعني لازم نمشي شرط يمة السمك مع بعض. ما شيء حد متفرج أبدا يمة مع بعض. كتف بالكتف. شيء خط أصفر لازم خط أصفر يكون قبله. لما ندخل داخل المصنع. جميع المشاكل.
We have the permission for filming, so it's not a problem to take pictures to go. المهم كل واحد يخلي باله ويمشي لأن المصنع ما يتحمل المسؤولية وما يبعيبهم من الـ now it's important to bring you back in let's say one hour safe back and that means really stay close together. حاضرين. We are a very big group and it will be a challenge. إن شاء الله no challenge. إن شاء الله. أوكي. الحين الله يحفظهم دخلنا المصنع. هذا المصنع. هذا يقول لك 2 كيلو. طوله 2 كيلو وعرضه ما يندرى بكم هذا بس قال لك خلينا نسيه كل قطعه okay, here we are in the middle of the factory on the left at the left side we're going through the production so the production came from the front part until the loading zone we will go now against the production part okay الحين ودينا القسم مال المياه قسم المير هذا مياراري ميرار هذا المير الدروج يعني حين الدروج روحن لهن مكان تصنيع الدروج روحه وتجميعهم في مكان والله اتذكر طوكيو مصنع النيسان نحن سرنا له هالنمونة ابتداء من النت والبلط والبرغي وكله ها كله حين نحب القسم هذا بس خاص حق الدروج المياه هذا كله حينه يركبون بس الدروج شيء غريب عجيب ها ما تلمسه يد الآدمي يد الآدمي مرة ما تلمسه سبحان الله كل دقيقة يظهر واحد ها الحين بيظهر درج شوفوا الحين بيظهر واحد ها أيوة قطب درج وانتبه كل مكينة لها شيء تخدمه شو ها هذا رف واحد ها هذا الرف الثاني يركب البراقي ها وين صار ها ركب صار وين يصير ها هنا ها صارت هاي الماكينه من غير وركبت له ما ادري شو بقولكم امور على هالاساس يظهر بي الجرنتي ماله 10 سنين جرنتي لو ما موافقين من خدمتكم ما تكلموا ولا اعطوك جرنتي وجرنتي وين جاي من المانيا ابي جايبوي من شرق لو غرب هذا من الولايتيه هذا الماني ولايتي صدق بطن وظهر خدمته كله خدمة الولايتية ايوه جارك الله كده ينو يور جود نيم يور نيم يا ربي ابلم نيم يور نيم مخرب الله ما يعرف اوكي ثانك يو ما يعرف ما يتكلم انجليزي ما يعرفون عربي ولا انجليزي ما يعرفون الالماني والله رجال طيب بعد على مد البصر شو كم بطالع كم بتشوف شو بطالع ها كل دروج كل رقم برقمه كل نوع برقمه so this is a storage place التخزين you can see every worker has a scanner on their hand and they scan with a finger the barcode and they take the front pallets out. Whenever the pallet is empty, automatically the door opens and through the rails it will replace. Okay? من يفضى اي رف روح حياه ابويا سياره من ناكي ها دخلت وعبت ابوي المكان اللي كله اوتوماتيك ابراهيم ممكن تخوز لو سمحت if we put all the doors that we have here in this warehouse on top of each other. We have a height of 722 meters. This is double the Tour Eiffel in Paris. Wow. Put all the doors. كل اوتوماتيك. اي شيء يتحمل ويتنزل كله. شوف الله عليك. كل اوتوماتيك. ما تلمسه اليد البنادة ما تلمس شيء. كل بوي كهرباء. كل شيء.
اوتوماتيك، ما في شيء تقبضه يد الانسان. هذا الباركود اللي في اليد، كلها شوف اي قطعه بياخذونها دقها بجي بي دي. قرب الله تم، هيا بقول لك شغل الالمان، شغل الالمان ترى ما كذبوا، ما كذبوا، باهسين الله اكبر عليهم. Beer crate or one pellet is as much as a bicycle, the whole corridor is as much as a car, just to sensibilize them what kind of value they have in their hands when they work here. يعني على اساس اني اعرف؟ ها؟ شو قال اعرف؟ لا. Sorry? Once again, this is just a picture, just to sensibilize the worker here what kind of values they have in their hands. Please be careful because one door is as much as expensive as a beer crate, or one pellet is much as expensive as one bicycle. Please be careful with materials because they have a value. اقول لكم هني عباره هالكلام اللي الحين عده الريال كله، ان يعني كل قطع من هالقطع شو تعادل قيمتها او دعمتها او وزنها او قيمتها. يعني كل هذا الكبت تبغى قيمته بسياره، وهذا الرف قيمته بسيكل، وهذاك شو مغطي عليه حديد. على فكرة اللي يطريه والريال ما يطري القيمة، لا يطري القوة. دعمة اللوح كانها دعمة سيارة، ودعمة اللي هذاك الرف صغيروني كان سيكل، وهذاك ما أدري كان باب عود طايح على وجهك. بالتحرون شيء هين، لأن خشبهم مضغوط. ترى على فكرة مش رخيص، لكن مش الغلاء الجنوني، لكن كل بضاعة لكل والكل بضاعة شراي، والكل شوه، والكل شراين بضاعة وسوقي. ايوه ها شوف كل بالارقام. ها شو هالماني طويل عريض واحد طنطل نص الليل. ها وين اوصل انا؟ عدل شكله ليلي. هذا يقول الماني ولايتي، هاي الولايتيه. كل شيء كهرباء، كل بنت تريق ما تروم تخطفك لينها، لازم تريق لين هالريال يخطفنا. كله بالباركود هاللي في ديه. شو كلها شو اللي قابلنا بيديه؟ شيء فوق خطفة، شوفوا شيء معاي روسنا. شوفوا هاي الحرمة على ما تشوف. شوف المصنع كم بطالة، ما أدري كم كيلو في كم كيلو مساحته. ها هذا ممنون. حاضرين 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 حاضرين. هاي روحها تمشي، هاي أبوي روحها تمشي، شرات الحباية. ها خوزوا خوزوا خوزوا. روح ابوي سوي لها مثل سكه الريل من القطار، تاخذ وتعطي كل شيء. ها شوف الله عليك. لا اله الا الله، علم الانسان ما لم يعلم. سبحانك يا رب سبحانك يا رب. شوف المصنع انتم، وين ما بيصنع 3000 ولا 30000، لو 100000 قطعه يصنع. الحين ابوي نمشي ورا هالرجال قدام. هاي يقول شاووش الحرب، هذا شاووش الحرب. شو اللي احنا وين جينا؟ شو نحن وين جينا؟ شو وين جينا نحن؟ جابنا هالمكان. هذا ستورج تخزين، تخزين ما اعرف وما شو بقول لكم؟ شو بقول لكم؟ مهما اوصف لكم ما بتتصورون شو اللي انا اشوفه حاليا. ها شو ها؟ هذا الحين شيء بينزل ولا بيظهر شيء؟ كله بالكمبيوتر، كل ابوي عبر الاشارات. يقول لك تحمل تسخ يديك شيء. يا ويلك لو تلمس. وير ار وي ناو؟ وات از ذس؟ وي ار هير ان ذا وير هاوس وذ 27,000 ستورج بيسز. 27,000. The high is 21 meters. The width is 36 meters. And the length is 80 meters. 80? Yes. 80? 80 meters. Come on. And then the new factory is double size. Ya Rabbi. كل ما تخزين شوف، من يطلبون قطع بس الا بالباركود، يطلبون بالقطعة. ها بالقطعة دقوا الرقم ونشت ابوي هاي الماكينة وروح طرشت السامان اللي يبونها. كل بالكمبيوتر.
ما شيء يقول حق بني آدم سير يجيب اللوح الفلاني ولا سير يجيب المربع الفلاني، ابدا كله كمبيوتر، يطلبون ابوي كله بالكمبيوتر يوصل سامانهم وين يبون. والله بتسكرنا شنو الجرافكس خلاص، والله العظيم انه صدق. ايه بتسكر على الدوكيومنتري اللي عندك بعد وعطيتنا اياه خلاص. ما في شغل المصنع هذا لو انه يدوي اتوقع انه بيحطون يمكن 50 مليون آدمي يشلون ويحطون، لكن الحمد لله رب العالمين من على الإنسان بالعلم والثقافة، فلذلك اختصرت أبوي أيدي عامله. ما تشوف بلادهم وايد فيها أوادم يصيرون يشتغلون برا، لأن كل شغلهم بالكمبيوتر فيسرحون الموظفين، فلذلك تسوي مظاهرات وتسوي وقعة وصدعة وعيد العمال كل السبب شو أنه يعني ما شيء ما يعطونهم، يقول حق المصنع بكبرة هذا 10 أنفار يدورون مكان 400,000 آدمي. هي والله موظفين 3,300، لكن المكان كان يستوعب يمكن 300,000 موظف مفروض، لكن بدال ما يستوعب 300,000 موظف حطوا 3,500 موظف. يعني حطموا الرقم القياسي بتسريح العمال. أظني هاي ما شيء عندهم عمال تمشي وتسير وتي، لا تروح ريحة عامل، لا تروح ريحتهم خنينة غرب الله تب. حين يشتغلون مكان هارد وورك، لكن سبحان الله لا ريحة أسنان، لا همك الله، لا حد مرون، لا حد يمشي ويطيح، ولا شيء وقعه، ولا شيء صدعه، ولا شيء ديا، ما في زعاج أبدا. اللي يشتغلون كل شيء يشتغل وهو خاتل، ولا حد قابل تليفون. هب نحن الترينر اللي في النادي تليفون في ذنيه وكمبيوتر جدا، وين بيشتغل زين؟ كل اللي يشتغلون المان 3,500 عامل. تدرون هالمكان القسم شو ماله هذا كله؟ كل هالقسم الطويل العريض يحط الدور مدار الدرج ما شيء. شوف ها الدور مدار الدرج البليته هاي الحطبة هاي شو صبري هذا ها يلزقون هذا ها. يا ربي كيف أفهمكم؟ هذا ها وينو هذا ها هذا شوفوا هذا يلزقون الحين هذا ها هذا شو هذا؟ ايه ها let me put on the panel. شفتوا؟ هذا بغيت أخبركم عنه. هذا كل مرة كبولهن له اسم بالعربي، شو اسمه هذا؟ نيم هذا على التيب، شرات التيب، هذا شريط دور مدارة. هاي المكاين بس المكان هالعود شوف كم مقبرة، بس يلحفون هذا الخشب، المنظر الخشب المضغوط يلحفونه. هذا المكان معمل له شوف كم مقبرة، هذا بس خاص حق يلحف القطع الكشفة مثلا هذه ها هذا الحين مكشوفة، هذه لا هاي مش مكشوفة، هاي لحفوها. هذا مش ملحف، هذا ملحف. فهمين ولا انا فهمين؟ سؤال حساس. ممنون لو مصنع في غير هالبلاد يقول راطيس الكلينكس وطوف السقارة وقواطي السنتوب والبيبسي مفرر، لكن بلادهم تدور حصات في ربها جلب ما تلقط. خبركم عنهم ساعة، شوفوا كذا لون على حسب المطبخ ولونه شو يبونها. هذا الهن اسم انا والله ما اعرف فن شو، نسيت والله اني حدي الاول اعرفه له اسم. ايه حافظ على البربل، يحافظ على البربل. الليلة المصنع هذا الطرف اللي تونا جايين منه، شوف الله عليكم. هذا بس اقولكم يركبون بس هالاطراف، بس الاطراف، شوفوا الكثافة، شوفوا الدنيا يا ربي. شوفوا الالمان اقولكم كل واحد ابدا طول نص الليل شنق بن عنق. هاك يوم يقول بلاد شنق بن عنق، هاي بلادهم. من دخلنا المصنع لين الحين ما روحنا ريحه بليوت ولا ريحه نشاره خشب. ترى ابوي هنا هذا المكان وين يقصون الحطب والمقاسات والسايز كل شيء، هذا مكانه. اسمتي روحنا ريحه الحطب وبليوت ونشاره الخشب، هذا كل هالمعمل. حسب شي قالوا لك ما ادري كم كيلو في كم كيلو مساحته، لان كل قسم له اختصاص في شيء. هذا المصنع كم كملوا يبنونه، هذا اللي انا في خاطري اعرف. هذا يقول لك الصغيره الحين احنا بيسوونه طوله 12 كيلو
في 8 كيلو. هي 12 كيلو في 8 كيلو طوله وعرضه. هذا وين يقطعونه؟ وهذا يدخلون هني بعد تحت المكاين. شوف الله عليكم يا ربي. ها قطار، قطار هذا قطار. شو هذا؟ خيب 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 خيب. شوف الله عليكم. ايوه ايوه ايوه. ها ها ها. شوف الله عليكم. ها ها ها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ايوه شوف الله عليكم. سمعتم اليور المعدي؟ هذا اللي يقولوا عن اليور المعدي. ها شوف الله عليكم. ترد دحين بتشحن بلاي 80 ويدي، بترقاب لين فوق، بتشل المكينة هاي، بتودي مكان هناك. شوف أقولكم أمور أمور أمور. ما أنزل بها الله من سلطان. شو هذا؟ ها أفرميكا دور ما دار البليوت. ها كل مصانع، ما في شغل يدوي، ما في شيء مال يدين، كل شيء بالمكينة. ها البليوت تهب داخل في الصندقة هذه، وتشيت عليها بالشريطات والضاغط وعزراي. شو شو شو. امر 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 امر. مر بجميع المراحل. ها مر ظهر هاي على تشوفون. ها 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 لين ها الحين تظهر الليحان مصنعه وجاهز ومضبوطه ومعدله وكل شيء، كل شيء لمقاس وكل موديل له طريقه. ما تشوفون ياخذ 3 شهور؟ ياخذ 3 شهور ابوي. يمر بمراحل وايده، مراحل تجميع والتثبيت والصف. شو 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 بقولكم. امر هذا الحين درج مر. يا سلام يا سلام يا سلام. ها 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 ها. نحن الله يحفظكم الحين متجهين الى اخر مرحلة، اللي هي مرحلة تحميل والتصدير. اخر مرحلة من بعد التصنيع وبعد خلاص اخر شيء. وقف عن يعني طاف على جميع المراحل. الحين نحن سايرين المكان اللي منه وللباخره، منه وللباخره سيده وخلاف عاده للبيوت، ولا كان فنادق ولا مطاعم ولا اللي يكون. شوف الله عليك يا سلام. هالمكينة بس تخبج، بس تخبج، ما تسوي أي شغلة، تخبج وتحيس. ها أيوة. شوف والله. Please don't break. We have to cross. Please be careful when by crossing, okay? Be careful when we cross. In the middle we are safe. شوف الله عليكم. هذا الحين التغليف مرة. ها أنا ما تشوفون. شيء غريب عجيب. غريب عجيب. تدوب كم عمره هذا؟ عمره حلو ما يقارب 85 سنة. هذا أبوي ما قال بتقاعد ولا طلب التقاعد، يدت كن حصان. ونحن البني آدم من يوصل عمره 55 47 طلب التقاعد، طلب التقاعد. يدتشون صاحين 24 ساعة، فلذلك ما يقاعدونهم لأن أبوي أكلهم صحي ويمارسون الرياضة وأكلهم وشربهم متشبثين في الحياة، فلذلك تلقطهم صاحين 6 عشرانة. ما يعودون ولا يشكون من باس، مجتهدين في أشغالهم مخلصين في عملهم. فلذلك سبحان الله يعني نحن الواحد من يوصل 45 47 قال قاعدوني، قعد على كبدك يا توم، قاعدون حق شو. هذه عاد المرحلة الأخيرة، أمنة والباخرة، أمنة والباخرة ما شيء. كل حد كل قطعة عليها باركود ورقم وشحن. هذا مثلا مطبخ حق بيت الفلاني، هذاك بيت عديجة، هذاك بيت سبرة، هذاك بيت مريامة، هذاك بيت لولوة، هذاك بيت حبيبة، هذاك بيت عدي. يعني كل بيت منهم
راعيته مسجلين باسمها. كل بيت من البيوت مسجل ابوي راعي البيت. المطبخ منو؟ مطبخ لولوة، مطبخ عوشة، مطبخ موزة، مطبخ مريم، كل وحدة منهم كاتبين ابوي على المطبخ باسمها. ويجي يشحن بالشحن يشحنون 3 شهور ولن يوصلك مطبخ. هذا حين بلد المنشا، هذا ابوي اسم اسم المصنع اكسينا واسم اللي طالب وما ادري شو طالب، شو طالب مواصفات واي مديل وشو اسمه واسم المدينه واسم المدينه وين ساير، اي بيت اي بلاد اي بنايه اي شارع اي فريج كله يقيدونه. قرب الله تملى الماء في دمك انت مستهين بهم هيني. لا لا روايه يدهم هتلر، يدهم هتلر منو يروم عليهم؟ ما يروم عليهم الا رب العالمين. نحن الله يحفظكم حاليا في ديزلدورف، في ديزلدورف الالمانيه من اول ما تدخل هالمصنع التحرى عمرك داخل دار عجزه، اصغر موظف عمره 70 و65. هذه رساله للمتقاعدين واللي يطلبون التقاعد في السن المبكر 50 و45. عندنا قال والله يبي يتقاعد، شوفوا من عمارهم والله يبغى من تدخل هالمصنع التحرى عمرك داخل دار عجزه، كلهم يشتغلون رقم واحد 16 انا، كلهم طاقه وحيويه وايجابيه. يعني مبشرات بعتنا نحن من يوصل واحد عمره 45 قال فجرتي تعورني، ركبي متحيسات، ريولي ما ادري شو بلاهن، ريماتزم، خف نظريه، عن ابوكم شو هالمشكله اللي نحن عندنا؟ من الواحد يوصل 45 قال والله اريد اتقاعد، يجون يطالعون للمال 70 وبعده في كامل قوته وعطائه وحيويته. سبحان الله. انتهت الزياره والتغطيه حق هالمصنع العظيم اللي ما شي شراته، اللي يسوى نوم العين، مصنع يعني اللهم لك الحمد يستاهل العنوه من دار لينديره. ما بغميضه ييتنا من دار الخير من بوظبي عاصمه الامارات الى ديزلدورف في المانيا، ما بغميضه ولا بحسافه العنوه ولا بخساره ان ودرنا بلادنا وين المكان، لان المكان والحدث يستاهل، يستاهل التغطية ويستاهل الإشادة ويستاهل الشكر ويستاهل العنوة والانتقاء. منتج في منتهى الروعة لكل الزمن. اشترينا في أبو ظبي وينا عاينا المنتج، المنتج في المصنع أثناء تقطيع وترتيب وكل شيء وينا وطالعناه. شوف العين، ما تكلنا على رمسة زيد والعبيد وفلان وعلان، شوف العين شفناه. فكل الموديلات اللي موجودة حاليا واللي بتنزل هالحيلة الجديدة كلهن هذا يبوي عليهم خصم 25%، 25% خصم على جميع الموديلات. الخصم هذا ساري لين 31 أكتوبر، لين 31 أكتوبر الخصم ساري. يعني اللي يبي يتلاحق عمل عنده فرصة ياخذ القياسات ويصير ابوي ال 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 الشوروم مالهم، بيلقط ويها المهندسين ليفصلون يتشاور وياه، يتنقى النوع اللي يباه لين 31 اكتوبر، شيء خصم 25%. انا على فكره انا ما بدني الخصم لاني انا قبل العرض هذا مسوي المطبخي غمضت، يعني 25% يعني شيء بسيط. ابو ظبي لهم فرع اللي انا زرته، زين راس الخيمه عندهم فرع، دبي فرعي، دبي روحه فرعي كان ريتو، وامورهم طيبه لين 31 اكتوبر شيء مجال ان الانسان يحصل خصم اللي هو 25%. والان احتفلنا بهالتغطيه الجميله وما قصروا ورايتهم بيضه وكل ترتيبهم زين ومصنعهم فنان وكل شيء فنان ورقم واحد. بس بنرمس خلاف عادة يوم بنوصل ديزلدورف الحين بعيد ساعة ونص ما ادري كم يبعد. حزلي شوي يا ابو. شوف حزلي بعد انت. انا ادري عنك اجل رمس لي تلمه يعني هيف. وقفت على فحزلي. يا عيين ابوي لا نشفع ولا ننفع، هاي ظهرتنا من صباح الله خير. اي نعم.
السلام عليكم. هاي ظهراتنا ابوي. صباح الله خير. الحين ابوي لا صلاه ولا دين. بنصلي الظهر والعصر وبنبدل برد مظهر ان شاء الله. بنتغدى. غدانا اليوم مع الفندق مالهم غداهم ما يتشاهد. ما عندي وانا بطاقتي. كل واحد بيقول دوره. ايوه. ها ابو ابراهيم. لبيه عيون ابو خد. شو؟ سير شو؟ سير فنان. من روائع الدنيا صراحه السبع. سبع؟ نعم. رحله طيبه. ايه بعدنا احنا الثامن. ايش انت؟ مساكم خير ونور وسرور. تمسحت ورشيت عملي شوي قطرة ماء وتمسحت وصليت وعيدت من الله خير. وحين نازل ان شاء الله بتلاقى ويا ابراهيم تحت. ما دقيت عليه دقيت له تليفون ونسيت. وان شاء الله بينزل تحت ويتريان. يترياني يا اني يترياني يا اني يترياه. هو متوعدين ويا ورقيبة تحت او بنسير وياه المطعم كأنه ثانك يو. بنسير المطعم بنسير تكشت مع الشباب كلهم يعني بيكون مندر كل اتفاقنا نصلي وننزل او بس ما ادري شو بقول لكم. نسيت اصلا حسيت تشوفوني متخادي. هذا ابوي اسمه محمد وولد اسمه زايد. انا الله يطول بعمرك. كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. زين عساك طيب. ما وعيت ابوي الا داق لي تليفون في حجرتي الحينه. من انت؟ قال لي يا ابوي انا اسمي ابو زايد. ابو زايد؟ نعم. اي والله بالنعم. يا مرحبا. انت بالمغرب؟ نعم يا سيدي. نعم. تشتغل هني؟ نعم. ايش عرفك فيه؟ الله يطول بعمرك. عشت 9 سنوات في ابو ظبي دار زايد. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. شيء ثاني بعد؟ ها شيء صغير والله. يعني تسلم. وافي وافي وافي. الله يحفظك ويبارك فيك. نورت دوسلدورف. زين انت ايش عرفت فيي؟ انا خالد معروف الله يسلمك بالسوشيال ميديا. كيف؟ كلامك معروف ما شاء الله ونصائحك معروفه. أعاد. نعم. زين. سيرتك معروفه الحمد لله. الله يبارك فيك. زين حد داق لك تليفون انت منو؟ هذا الله يطول بعمرك اسمه ابو استغفر الله ابو حميد من دبي. هي وصلني عليك. هو من طيب ما يحتاج. نعم. هذا ابوي اسمه محمد وولد اسمه زايد. انا الله يطول بعمرك. كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. زين عساك طيب. ما وعيت ابوي الا داق لي تليفون في حجرتي الحينه. من انت؟ قال لي يا ابوي انا اسمي ابو زايد. ابو زايد؟ نعم. اي والله بالنعم. يا مرحبا. انت بالمغرب؟ نعم يا سيدي. نعم. تشتغل هني؟ نعم. ايش عرفك فيي؟ الله يطول بعمرك. عشت 9 سنوات في ابو ظبي دار زايد. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. شيء ثاني بعد؟ ها شيء صغير اسمه والله. يعني تسلم. وافي وافي وافي. الله يحفظك ويبارك فيك. نورت دوسلدورف. زين انت ايش عرفت فيي؟ انا خالد معروف الله يسلمك بالسوشيال ميديا. كيف؟ كلامك معروف ما شاء الله ونصائحك معروفة. أعاد. نعم. سيرتك معروفة الحمد لله. الله يبارك فيك. زين لك الحمد. حد داق لك تليفون انت منو؟ هذا الله يطول بعمرك اسمه ابو استغفر الله ابو حميد من دبي. هي وصلني عليك. هي هو من دبي. طيب ما يحتاج. نعم. شو اسم الرجال؟ ابو حميد. ابو حميد من دبي. نعم نعم. دق لك تليفون البارح. شو قال لك عاد؟ قال والله العظيم توصى في ما وصيك على طول عمر خالتي وخالدي. قلت له بدري بعرف. جزاك الله خير. جزاك الله خير. والله العظيم ندوس الدور. الله يرحم والديك. سلم. نورت الحمد لله. اللهم لك الحمد ان دام العرب عندنا موجودين هنا بيزورونا. الحمد لله. هذه نعمه من الحمد لله. اللهم لك الحمد. الحمد لله عليك. مكانكم لو ما كان زين وجميل وفخم مستحيل انك تلقط حد يجي. المكان الزين هو اللي الناس تتردد عليه دوم. فلذلك مكانكم زين والخدمة زينة وانتم طيبين. والنعم طيبين وجودكم ان شاء الله. الله يحفظك. والنعم والنعم. احد المسجات اللي اياه ما ادري كيف مشكور عزيزي في واحد اسمه خالد الخالدي. المهم هذا المسج اللي طلع لنا محمد ابو ظبي. هي هذا ربيعك انت اسم محمد ابو ظبي. رد السلام عليه وقول له مشكور والله يرحم والديه. يا مرحبا. بارك الله فيك. زين ابراهيم توفيق. ابو محمد شو الاخبار؟ شو العلوم؟ طيب الله يسلمك. شفت والله عليك هالبلاد ما زينها. اي والله زينها. زينها
بلاد والله فنانة تستاهل. ترى على فكرة البلاد هاي أغلبية شغلهم كله بزنس، اللي جايين البلد كله صناعي خارج، والناس اللي أتيها البلاد شفتوا مثلا دبي تمتزر لين عينها فجأة، وفجأة شوي يخف تخف العرب. هاي النسبة اللي تخف عبارة يسيرون بيوتهم، هاي ساكنين خارج المنطقة مثل اللي ساكنين بوظبي ويداومون في دبي، أو ساكنين دبي ويداومون بوظبي، فتفضل البلاد وتمتزر بين ساعة وترك. فبلادهم هاي هنمونة فجأة تلقطها ملتتش لين عينها، وفجأة أثناء الدوامات ردوا عاد بلادينهم، وهم ساكنين في الأطراف أطراف المدينة. البلاد وهي جميلة وهادية والمشي فيها ممتع بطريقة. بلاد عليها رضوان من الله. يقول لك هذا الشانزليزيه مالك انت يا دوزلدورف، هذا البحر المقهالي سناء الكوفي ينال البحر هناك. هذا البلاد فنانة ونظيفة. هو الأول الألمان ترى كانوا جلفين في الثمانينات والتسعينات، أول ما تمينا نيها جلف البلاد، هلها جلفين وما يتحاكون، والوغادة فيهم وتيري في عروقهم. يا غير الحمد لله يقولك الحين من 4 لـ 5 سنين اعتدلوا العرب اللي فيها، اعتدلوا الألمان يعني. الأول انسور متسلم عليه ما رد عليك السلام، لو تخبره سوى عمره أبوي عيم وأطرم واسمخ. هي نعم صمم بكم يسوون عمارهم، لو بترمس ألماني سوى عمره ما يعرف. عبرنا من البر هذاك لين البر هذا، هاي الشارع هاي منطقة كلها منطقة الماركات يسموها أبوي منطقة الماركات. وهذا من دربو يرمس ويرديعنا الكويتي، ومن ظهرنا لين الحين ما يرمسون إلا عن اللك إلا جبنة عكاوي وجبنة ما أدري منو. إبراهيم سمعتهم؟ لأن يواع حلينا. لا لا ما يلامون. هذا في إتش كافيه إن شاء الله قريبا في الكوفي مالي إن شاء الله بيكون شيء مميز. هي شو عاده هو؟ يعني خلي بس نحن قاعدين نسوي الحين يعني الخلطة هي الأشياء، ونستعين فيك إن شاء الله. الله يبارك فيك إن شاء الله. خوز إبراهيم خوز. عبرنا من البر هذاك لين البر هذا، هاي الشارع هاي منطقة كلها منطقة الماركات يسموها أبوي منطقة الماركات. وهذا من دربو يرمس ويرديعنا الكويتي، ومن ظهرنا لين الحين ما يرمسون إلا عن اللك إلا جبنة عكاوي وجبنة ما أدري منو. إبراهيم سمعتهم؟ لأن يواع حلينا. لا لا ما يلامون. هذا في إتش كافيه إن شاء الله قريبا في الكوفي مالي إن شاء الله بيكون شيء مميز. هي شو عاده هو؟ يعني خلي بس نحن قاعدين نسوي الحين يعني الخلطة هي الأشياء، ونستعين فيك إن شاء الله. الله يبارك فيك إن شاء الله. خوز إبراهيم خوز. أكثر شيء في هالبلاد الكنائس، كنائس فيها أشكالها جميلة، أشكال الكنائس وايد جميلة وترتيبهم في النهر. وين ما تصد شيء كنائس، وين ما تصد. نمشي من عقب الشارع هذا، لفينا الطريق هذا وقالوا شيء هني أوتلت. بدال عادة الأوتلت يكون الأوتلت خارج المدينة اللي أنت فيها، هذا لا أوتلت صغيروني. ويقول لك فيه ما تشتهي النفس وبدقه رزق دقه يقولونه. ترى هذا المطعم تعشينا فيه البارحه زين، صورت لكم فوق البرود والدنيا والاوتلت ليته زين، لكن ما شيء يازلي هنا يعني. كل مقاسات دبل اكس ال دبل اكس ال و 3 اكس ال انا ابو كل حجم بقري. دحونا الله يحفظ المطعم اللبناني هذاك اللي هناك، سيرنا ابوي تعشينا فيه، ولان اكله ما يسر الخاطر ابدا. هذا مطعمنا البارحي كل شيء عندهم لذيذ، سمكه البارحي اللي اكلنا منه ومنتهى الروعه. قميضه ان نحن اليوم ما اكلنا فيه، بنجرب لكن طلع
على اساس ان بنتنقى، ومن تنقى طاح بالشوب نقط. بس انا عديت سالفه توني على منذر وعزر علي الا اخبر بيبي بيبي لعبد المحسن بالسالفه هذه. يلا انزين قلنا بخبركم كلكم في السنين الاوليه الله يحفظكم في الوقت اللي خطف البنيات الاول يهن قمل يوم يهن القمل الله يحفظكم نشوا وفلتوا في روسن امهاتن نشوا وحطوا الفريس هالبثواف يومين ما فاد نشوا ابوي عقب حطوا غاز مال الطباخ لا يطور راسه بشيله ويخلون الغاز عليها يوم بليله ما فاد عقب يومين ثلاثه رد القمل تم يدبوا علي نوب اخوانهم تم اللبو ما يباطل الليل يتيرث فقير خلي طوف هذا زين خلاص ما شي فايده حل الاخير لا فاد فيها الفليت ولا فاد فيها الغاز الحل الاخير اخر الدي الدواء الكي شو يكون الدواء يحلقونها قرعه هي موس تاز الفقير الراس ابدا الله بالمستعان نحن عاد نتخابر في الفريج يقولون الفلانيه والله قرع البيت الفلاني قرعوا بنتهم ونربع عاد وراها قرعوا هم الديج حالف ريلك ما يبغيك وبس نسجين انفضحت بالفريج بس وهي الحاله اي والله قرعوا هم الديج حالف ريلك ما يبغيك سوالفك لازم تسجل سوالف الدايق سوالف الدايق قبل الرقاد صح انا ابو محمد مساكم الله بالخير سلم عليهم كلهم على نوها الغالية وعلى المذكي الغالي وعلى كل الشباب الله يحفظهم حبيب قلبي إن شاء الله تردون بالسلامة والله يجمعنا وياكم على خير سلامي للكل والجميع.